بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه ثقة واستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين القيم الدين القيم هذا البرنامج اللي من خلاله نحاول نقرب أكثر من مشاهدينا اخترنا أن نتحدث أكثر عن الشباب هذه الفئة اللي هي عزيزة على قلوبنا هذه الفئة اللي هي طبعا تهم الشاب وغير الشاب، الام، الاب، الوليد في حد ذاته، المربي، المتعلم، كل الفئات المجتمعيه، اذا انه هدفها أن تشوف هالشباب نواره العين، ان شاء الله هم الفئه الكادحه، هم الفئه اللي عندها برشا امل، هي الفئه اللي ان شاء الله احنا عقدين فيهم النواره، فهذا الشاب ان شاء الله اليوم نحب نحدثوه في مساله مهمه ان شاء الله، اللي هي متعلقه بحاجه عزيزه عليه، يحبها برشا، ديما يحاول انه ينماها اللي هي الجسد والصحة الصحة نتاعو، كما نتحدثوا على الصحة العقلية والصحة النفسية ونتحدثوا دي مع العلم، فكذلك لجسدك عليك حق، إي نعم، لجسدك عليك حق، في هالمعنى هذا، في المحافظة على هذه الأمانة اللي عطيها لنا ربي سبحانه وتعالى باش يكون حديثنا إن شاء الله في هذا الموضوع، الصحة أمانة. نعم وكما في كل حلقه ان شاء الله معانا ساده ومشايخنا سيدي محمد بسي مرحبا بك مرحبا بيك. سيدي مرحبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فرحان ياسر تجدد اللقاء معكم سيدي عبد الكريم مع الشيخ بلال ومع الساده المشاهدين في هذه القناه الطيبه القناه الوطنيه وان شاء الله باذن الله تعالى كالعاده نحاول نجتهد من اجل اعطائك المعلومه الدينيه في هذا الدين القيم نتاعنا التي تتماشى وتتوازى مع الـ الـ يعني حياتنا العامه الاجتماعيه والصحيه اليوم كما قلت انت موضوع مهم ياسر ان شاء الله يسمعونا شباب وان شاء الله يتبعوا معنا المعلومات هذه المعلومات نعم شكرا لك كذلك نعم. شيخنا سيدي بلال اهلا وسهلا أهل وسهل سيدي عبد الكريم مرحبا بكم ومرحبا بسيدي محمد الساده المشاهدين محله الموضوع امانه الصحه نعم آه البدن بصفه عامه هي مقدمه صغيره البدن نعم. وطن نعم والوطن لازم نحافظ عليه نعم. اول وطن هو البدن نتاعك ثم بلادك اذا كنت تحافظ على الوطن نتاعك اللي هو بدنك باذن الله تحافظ على بلادك وهذا منطلق باذن الله به الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم امنا في سرب نعم. معافى في بدنه نعم. عنده قوت يومه كأن... كانما حيزت له الدنيا بحذافيرها فهنا نتحدث عن الامن شوف نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك ثلاثيه من كان معافى في, في امنا في سربه الامن القومي بصفه عامه معافى في بدنه الامن الصحي عنده قوت يومي الامن الغذائي فكأنما حيزت له دنيا. إذا اليوم المجتمعات بصفه عامه الكل الدول يعني اليوم العظمى واللي هي متحكمه في الاقتصاد فانها تتحكم في امنها الغذائي، تتحكم في امنها الصحي، فانها قادره على انها اذا تكون قاطره في هذا الباب مش في وطنها فقط بل حتى في العالم. اليوم خاصه مع الوباء اللي شفناه يعني ان شاء الله ربي يحفظنا ويجير بلادنا ويجير الامه الكل ويجير الانسانيه الكل من شر هذا الوباء و صبحنا نتحدثوا برشا رد بالك على روحك استحفظ على نفسك هذاك مناعته قويه علاش اليوم هنا نلقاو انه شكون اللي ما شاء الله يعني يستحفظ على نفسه وشكون اللي مش شاب اللي ماهوش عاطي قيمه لهالبدن هذا يا اخي ما يحبش بدنه حتى انه يوصل انه ماهوش في مصالحه مع البدن نتاعو. بالضبط بالضبط هو اذا كان نطلقوا على بركه الله في الموضوع هذا يا سي عبد الكريم نحب نوجه الساده المشاهدين لانه ربي سبحانه وتعالى خلق الانسان من حاجتين اساسيين. يعني نقول نعرفوهم عموما اللي هو الجسد والروح نعم فالجسد نحن من طين نعرفوه من من الطين من نعم. الارض نعم. والروح من عند الله نعم ولا نعم. فالجسد هذا سبحان الله الطين هذا يتغذى مما تخرجه الارض نعم. والروح تتغذى من العلم نعم. فاش تلقى تلقى الانسان اللي دائما مقبل على التعلم مقبل على العلم تلقاه زاهي نعم. وفرحان <applause> وعنده النشوة الباطنية، فرحان تحسه قاعد يدرج ويرتفع في التعلم نتاعه في غيره. واللي تلقاه قاعد يعرف شنو ياكل من الأرض. من التربة ذيك اللي تخلق منها، من الطين اللي تخلق منه، يعرف يأكل يعرف شو يتغذى، يعرف شو يدخل في وسط كرشه، أه مم. تلقاه سليم جسديا. نعم. فتحقيق هالسلامة هذه الروحية والجسدية بالتوازي يلزمها تكون خاصة عند الشباب علاش نقول عند الشباب قال صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله. قال من بين السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله شاب نشا في طاعه الله نعم. كي نقولوا شاب نشا في طاعه الله الى جانب اداء العبادات والى جانب التعبد والايمان والاحسان وغير ثم زاد الجانب ايضا جانب ال ال الاحتفاظ على هذه الامانه امانه الجسد نتاعو هذه نعم شنو قاعدين ناكلوا شبابنا شنو قاعد ياكل شنو قاعد يشرب هل ثم خبائث هل ثم محرمات؟ هل ثم صحيح قاعدين نفرح كي شبابنا مقبل على سال دو سبور يعمل في الرياضه وقاعد يقوي في العضلات، ساعات بعد ما يقوي العضلات بالرياضه تلقاه يزرق يولي من اجل تنميتك العضله، ما في بلوش اللي هذيك تضر له جسد نتاعه. فلابد ان يوجه الشاب ويوجه الانسان التوجيه الصحيح. مش معناها حاجة مباحة، نحن نعرف الأحكام الشرعية الخمسة نتاعنا في الفرض وفي الحرام وفي المكروه وفي المندوب، وعنا جانب المباح اللي أنت اختيار نعم. في افعل ولا تفعل. الأحكام التكليفية اخت... نعم. أي نعم. الاختيار لازم يكون موجه توجيه صحيح. نحن باش نحاولوا من خلال حصتنا هذه أن نحزد أيضا نوجه شبابنا من أجل التوجيه الصحيح في الاختيار نتاعو للسلامة على هذه الصحة. والحلقة اسمها الأمانة أو أمانة الصحة. 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 بلغه الدرجة نتاعنا يا شبابنا استحفظوا على روحكم احنا نقولوها ديما نعم, نعم. سيدي بلال يقول نعم. لك لبدن هذايا امانه ربي أعطاه لي نعم. فالاصل اني نستحفظ على الامانه هذه اللي لي ربي سبحانه وتعالى نستحفظ عليها من شنو من الاشياء اللي هي تهلكها من من المهلكات اللي هي في الأصر ربي حرمها علينا اللي هي مبقات او اشياء كما المخدرات كما المسكرات مثلا وحتى تنجم تكون حتى اشياء اللي تفضي للمرض نعم. ربي سبحانه وتعالى يعني قال لا تلقوا بايديكم الى نعم فالانسان يحاول قدر المستطاع انه حتى كي يخرج من الحمام احنا صغار يقول لك لف على روحك أي. اشرب أي. شريبه ماء علاش باش تستحفظ على الجسد نتاعك لانه المؤمن القوي احب وخير من الله من المؤمن الضعيف، صحيح القوة قوة بالمعنى المعنوي، بالمعنى النفسي، بالمعنى العقلي، لكن زاد حتى القوة زاد الجسدية مهمة، احنا مش كي ناكلوا باش على طاعة ربي سبحانه وتعالى، يا أيوة. أخي الصلاة مش حركات، صحيح هي ماهيش كان حركات ولكن تحتاج <applause> إلى يا أخي الحج مش باش تعمل طواف سبع أشواط وباش تعمل سعي كذلك ساعة بين الصفا والمروة ووقوف وفما جهد، يا أخي الصيام مش يحتاج إلى صحة ولا جسد مش أنك تقدر أنك تصوم وغيرها من من الأركان ومش شعائر اللي في علاقه بالصحه نتاعنا فانا كي تكون عندي هنية هذه اني نستحفظ على الجسد نتاعي باش نعبد ربي سبحانه وتعالى ونقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك من بين معاني مظاهر الاعانه اني هالبدن هذه هالامانه هذه اللي يقول بعضها شقف هذا يقول لا راهو هذا جسد ربي كرمه طبعا. كرمه ربي سبحانه وتعالى استحفظ عليه وتربي بارك عليه ان شاء الله يبارك فيه ان شاء الله نعم سيدي نعمه الجسد هذه نعمه كبيره برشا وربي سبحانه وتعالى ما احلاها الايه لو ندبروها وقت اللي قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الله 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 سبحانه وتعالى خلق الانسان في احسن خلق ترى سيدي لو يا ايها الانسان لو كان نحب ناخذها من عندك اما بدينا <تصفح> والتين والزيتون السورة <تصفح> كامله فينا خلينا نستمتعوا بها من عندك سيدي <تصفح> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من نعم في هذه السورة العظيمة ربي قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في آية أخرى في جزء عامة في السورة اللي نحفظ فيهم نادى ربي سبحانه وتعالى الإنسان وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اللي. شنو قال بعد مباشرة قال الذي خلقك فسواك فعدلك لحاجتي به في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء هو ربنا سبحانه وتعالى ركب الإنسان نعم. سؤال اللي خويا الغالي عين هل أنا محافظ على الهيئة اللي أعطيها لي ربي وإلا لا نعم. طيب. هل انا محافظ والا لا لكن الحفاظ نتاع البدن هذايا ينجم يكون في طاعه ربي ينجم يكون في طاعه ربي واشر لها المساله هذه سيدي محمد ساعات واحد يقول انا كي نعمل نشم شويه مخدرات ننعش الروح نتاعي اي انت ما شكل اللذه هذيك ممكن لحظات لكن شو مش نجر عليها بعد مش عليها اللي هي البدن البدن اللي ربي سبحانه وتعالى اللي خلقك واعلم بك قال لك ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه لذلك انا نقول الصحه امانه الحقيقة لو ناخذ بمفهوم عميق جدا لمعنى الصحة أشر لها أخويا محمد في أول الحصة اللي هي الروح نعم. أحد الشعراء يقول فأنت بالروح لا بالجسم إنسان شو معناها يعني أنا أن نحسن الروح متاعي وما الجسد متاعي لا راه ثم علاقة متينة ما بين الروح والجسد إذا كان يصلح الجسد الروح راهي تصلح إذا كان ما يصلحش الجسد راهي الروح تبدأ تعب لا. لذلك وقت اللي ربي سبحانه وتعالى بيننا في بارش آيات ربي سبحانه وتعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هل الآن الجسد هذا اللي هو أمانة قاعد نغذي فيه بالطيبات من الرزق وإلا الحاجات اللي هي ما طيبات وأنا نعرفها تو انت انا نعرف الماكله هذيك اذا كان باش ناكلها نعرفها باش تاذيني او نحنا كيفاش نقولوا سي محمد انت يعني نفس نفسك وانت طبيبها ولا كيفاش نقولوا نعم. كيف كيف الجسد انت تعرف روحك اذا كان مش تستعمل المساله هذيك راهو مش تؤذي نفسك ومش تؤذي الجسد نتاعك رد بالك راهو الجسد أمانة نعم. وستسأل عنه أمام الله لكن هذا مربوط بالحديث اللي بديت به سيدي عبد الكريم نعم سيد. من أصبح منكم آمنا في, آمنا في سربه معافا في بدنه هل أنا حفظت على البدن بتاعي باش ما تجيني الجلطة نعم باش ما نمرضش بالامراض توها ما شاء الله وخاصه القناه الوطنيه نتاعنا عندها حصه كامله على الصحه وتجيب في الاخصائيين ويبينوا هل نحن نسمع الكلام ولا ما نسمعش الكلام؟ نعم, نعم. صديقي محمد شوف سيد. وبالحق أه صديقي روحنا على كل حال اسمعني هو ما أقوى سيدي الصداقه ولا الحب آه حبيبي ايوه طيب سيدي. مال الحبيبي سيدي <applause> <مثل القيب. تصفيق> الله يبارك يعني. ندير <applause> طيب آه يعني هنا مهم جدا في الحديث عن الحفاظ على الجسد وفي مقابله مفهوم الحريه الشاب اليوم يعني يقول لك انا أخوي حر انا حر في البدن نتاعي نحب نوشم نحب يعني نجرحو اللي نسميه يشلط بعض أيه الـ أيه الـ أيه الشكون اللي ربي يهدينا واياهم يفد يعني فاذا بها يعتدي على الجسد نتاعو فيقول لك انا حر في الجسد نتاعي ناخذ مخدرات نعتدي عليه نخرج منه الدم آه، نعمل وشم وغيره في علاش تقولي انتم تحكي لي على الصحه الجسديه؟ لهنا كيفاش ممكن باش تقنع الشاب الكلام هذا بالكلام هذا؟ بالضبط شوف سي عبد الكريم انا في 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 مره من المرات في بلاد <applause> جيت الطفل شاب هكايا هكا نعرفه انا في الحومه وكذا واحد نعرفه ما لقيته يتكيف كيف كيف المخدرات لا يتكيف هو آه هو يتكيف كيف. كيف يتكيف, يتكيف, و... لا لا يتكيف. يتكيف. سالته قلت له اسمعني علاش احكي لي اعطيني سبب واحد وكا نعرفوا اللي يضر بالصحة حتى عنا عندنا ابائنا واصحابنا واخواتنا وكل شيء يتكيف ما احنا مش باش ندخلوا في جانب ماذا في الامر لا نسال فيك علاش قال لي يا اخوي محمد تعد عليا نوعيه نتاع مشاكل هذا جديد هو مم. في نحس في حرقه لداخل وقت اللي نعمل بالسيجار نتاعي ونخرج دخان يقعد يعبر لي على اللي عندي لداخل تقولش علي نخرج فيه قلت شوف هو يمكن راك غالط في الفكره اول حاجه ولكن هو يمكن ولا راك هو هو ما نحبش نقص عليه خاطر كي نقول له راك غالط 100% يقول لي انا نعرف روحي غالط مش اللي هو قلته يعني أي. احنا للساده المشاهدين الساده المشاهدين يعرفوا وارد. انه تدخين وكذا واحد راه مضر بس مكتوب على الباكو فهمت ولكن قاتل أشي... قات في حاجات اكثر من قاتل فشنو فنحن كي نشوفوا يعني علاش تكلمت النقطه هذه انا معناها التاثر المعنوي نعم عند الشاب يتاثر معنويا يقول لك يا خويا أنا خير انا نضرب هكا روحي والا نضر روحي بالخمور وننظر يعني. روحي اي والا ندور على احبابي مم. قل له خويا هل انت تظن انه انت كي كبشت... ساعه اول حاجه لا هذه لا هذه وحده لا هذه لا هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ذلك الرجل قالوا يا رسول الله اوصني ايش قالوا قالوا لا تغضب نعم قالوا وشو ويخ... قال لا تغضب لا تغضب بي. ما معنى لا تغضب؟ راهو كلمه لا تغضب الساده المشاهدين يعرفوا انه ماهوش فلسه واحد يقول اي يصير قدامه مشهد ينرفزوا ويغشوا نقول لا ايه لا تغضب مش معقول شنو قصده الرسول صلى الله عليه وسلم صلح. معناه كيما واحد حط حاجه سخونه باش يمس يقول لك لا ما تحسش بالحرقه ما تحرقش مش معقول لانه الحاجه اللي تغشش تغشش نعم. ولكن قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحطش روحك في موقف يغشك نعم. ما تحطش روحك مع ناس تغشك في الكون رأوا ثم مليارات سبعة مليارات راهو اذا كان انت عندك ولا تحومتك ولا ناسك هما اللي يغشوك ويخليوك تدور على بدنك ولا الظروف اللي عندك خليك بدل ظروفك بدل ناسك بدل لونتوراج نتاعك كما نقولوا نحن ما تدورش على روحك الله يبارك فيه تقول لي انا حر جسد نتاعي نعمل فيه اللي نحب صحيح حره ما حتى حد ما يحكم فيك في الاخر بالكل لبدن بدنك كنت مسؤول عليه ولكن ثم نقطه اللا عوده The اوف يعني هذه النقطه نتاع الانسان كي يرتكب العمله هذيك ما عادش نجم يخرج حتى كي يندم ما ينفعوش الندم الشاب يا خويا يا شابه ويا اختي الشابه هالفتره الزمنيه والحقبه الزمنيه نتاع بدنك صحيح قال اهل العلم انه راهو الانسان مهما عاش في الدنيا هذه لابد ان تزوره الست ست حاجات منهم صحه معناها يعني عافيه وسقم انسان في الدنيا هذه يمرض مثلا ماشي انسان مش, مش يمرض اما خير كي تمرض ويجيك المرض يلقى البدن نتاعك حاضر للدفاع عن نفسه وتقبله خاطر انت بعدت عليه ما حرم الله بعدت عليه الشر بعدت عليه الدخان بعدت عليه المخدرات بعدت عليه الـ 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 حتى في جلدك وحتى في غيره ثم محمد ربي نعم؟ أنا نحب نعقب على حاجه مهمه برشا آه الام تو تتفرج والام تبكي دم على وليدها اللي قاعد يعني يمشي في المنزلق هذا تجي تحكي معاه تقول له يا وليدي راهو عيب وراه مجيش كي تحكي مع الشباب يقول لك ما نقتنع الا ما نجرب طيب فهم صحيح. سيدي محمد صحيح يعني نحن يقول لك اعطيني حل انا كيفاش باش نقنع الصغير هذاك يقول لك مثلا هو شنو هو تو انت جبت على لوشام قبيله لوشام هو اخي ما يتعلموش لكن يراه في المواقع التواصل الاجتماعي ولا اللي هو مهو. مش يطبق الفكره هذيك ما يقتنع الا بعد ما يطبق اللي هي عيب لكن نحن كيفاش ما نوصلوهش المساله هذه سيدي محمد هو هو كيفاش ما نوصلوه سيدي بلال هو في الاخر بالكل يلزمك تعمل له ما يسمى بالاكومبانيومون بالمرافقه مرافقة. اما قال قال ربي في القران قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلكم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا إيش معناها يعني العمر راه مئة سنة مثلا نقوله هل مش نقعد أنا نعديه نجرب فيما جربه الناس ولم يفلحوا العاقل الكيس شكونه الذي ينتفع من تجربه غيره اليوم العلوم كيفاش قاعده تتطور كي يعملوا تجربه يا اخي انا باش نتعلم نعاود نعمل التجربه نتاع التفاحه اللي طاحت و... اه تفاحه طاحت اه ثم جاذبي ليه ناخذ المسلم من التجارب اللي زيكسبيريونس تعديو بهم الناس الشباب اليوم مشين وجون قولوا له شوف اللي سبقوك في العمر انت راهو قالوا رجل هكا عجوز هكا شويه انحنى ظهره تعوج ظهره وتعوج بلال كله ماشي هكا هكا جاء شاب قوي البنيان هكا يستهتر به قالوا يا حاج قداش شريتها هالكربه هذه اللي في ظهرك التعويجه قداش شريتها؟ بلاش قال له ولدي اكبر وخذها بلاش نعم يعني آه تتم المعنى هذه وخاصه اللي كان يحكي فيه ايضا الله شيخنا بلال آه مساله شنو شنو تقول له الشخص هذا يعني فما الشاب هو بين الفعل وبين رده الفعل هنا هو فما طاقة يحب يفرخها عنده ربما نوع قد يكون من الكبت اللي يقوم به بمثل هالسلوكات اللي احنا اللي احنا كاكبر منه كناس يعني راشدين نقولوا شو بيتصرف هكاك لان احنا ما حطيناش روحنا في بلاصته <applause> ثم ما وفرنالوش الفضاءات اللي قادر على انه يخرج فيها هالكبت هذا ممكن تسميه انت في فن ممكن تسميه في رياضه يعني انت شنو وفرت له من بنيه تحتيه <applause> شنو وفرت له من يعني فضاء اعلامي حتى انه يعبر او حتى انه يمارس مثلا الرياضه حتى انه بمعنى انه اليوم رده فعل باش ان نبعده هذا يعني أيه جوابا أيه حتى أيه على سؤال أيه أنت حكينا أيه أيه بيلات باش اني نوجه ابني وباش اني نخليه ما يردش الفاعل في الحاجه اللي انا ما نحبهاش كيما المخدر كيما أيه كذا نخليه يعبر هو علاش استعمل ربما له شم قد يكون لانه ما لقاش فضاء باش يعبر على نفسه فحب يعبر على حبه حب يعبر على رفضه في زند في زندو حاب يعبر عليه في ظهره، حب يعبر عليه في كذا، صحيح احنا نقولوا غلط، لكن انت وفرت له الفضاءات ربما اللي قادر على انه يعبر بها ويتفاعل فيها وحتى اذا كان هو غلط يعرف روحي، انا عارف روحي اني انا غلط باش نتكلم نغلط مش مباشره تهجموا علي تاخذوني بشويه بشويه كي تقول انت وفرت له سيدي عبد الكريم شكون المخاطب لهنا؟ انت وفرت يعني تقصد على الوالدين هذا هو الوالدين المجتمع بصفه عامه <applause> المؤسسه التربويه الاعلام آه كل الناس يعني مخاطبين بذلك نعم نحن نجم نخاطب بنتي اللي تسمع فيها توا ولدي اللي آه نزلقوا حول المنزلق هذا عندنا عالم كبير جدا وهو مربي ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى صاحب كتاب عطاء يقول مقامك حيث اقامك محلاها الكلمه هذه وعندنا كلمه اخرى تقال ايضا حيث ما زرعك الله أثمر يعني إذا كان ربي سبحانه وتعالى فتح عليك في حاجة معينة عبي بها الوقت متاعك وابدع فيها وكما قال خويا محمد توا كفاك من التجارب السابقة أعمل حاجة جديدة هذيك ممكن تولي تصرفك على كثير من الحاجات وتولي تحافظ حتى انت نحن خاطر نحكوا على البدن اللي هو امانه صح ولا سي؟ نعم لذلك يولي ممكن اذا كان يصرف الوقت نتاعو في فيما هو مغروم به ينجم يعبي الوقت متاعه ويبعد على الصحبة السيئة نحن نحب لا. نوصل خاصة للمسألة هذه اللي هي نحب نقلد نحب نوصل سيدي محمد انا راه عندها كيفو. اي نعمل كيف عندها رابط كبير برشا انه الصحبه نعم. ونعرف الصحبه الشخصيه والشخصيه ما نحبش الانسان يكون معناه في الاصل انه يكون مستقل عنده كيان واي انسان كيما عنده البصمه نتاعه الخاصه مختلفه عن مليارات نتاع العباد نعم. سيدة كيف كيف عندك شخصيتك حاول كيفاش تنمي شخصيتك انت انت تكون انت ما تكونش مقلد كون انت من انت معناها حاجه مهمه ياسر في, في حاجه مهمه في في العلاقه عن التربيه الصحيه وايضا الصحه امانه اهم معطى باش انه نحقق المصالحه مع الجسد كيفاش نربي ابني انا كولي ويسمع يسمع فينا يقول لك انا نحب نربي ولدي يحب بدنه يعني اذا كان هو وصل انه بدنه حبه فما يحب له كان الخير هذا. يعني إذا كانت صالحة مع الجسد نتاعو فوقت اللي تقول له راهو كي تستعمل المخدر او لما تتكيف مثلا فأن راهو هذا مش تقولوا حرام فقط لا تقول راهو هذا يضر الجسد نتاعو فاذا كان هو يحب الجسد نتاعو فشنو ممكن شنو السلوكات اللي ممكن يعني إن نغرسها في وليداتنا من احنا صغار حتى ان نخليهم بالفعل يستحفظ على الجسد نتاعو ويخاف عليه نعم هو الوظيفه سامحني سيدي بلال سيد نعرفوا سيدي عبد الكريم الشاب ولا الطفل هذاك اللي قاعد يتعلم نعرفه بوظيفه كل قطعه من بدنه نعم نعرفه ونقول له راهو يا أخي ولا يا ولدي ولا يا بنتي راهو في كل قطعة من بدنك نهار إخر نحن نعرفه توا الأخصائيين متاع الجراحة نعم. متاع الطب عندنا تخصص كبير من من, من من الراس من الدماغ إلى أخمص الأقل قدمين نعم. يقول لك في الأخر يقول لا معناها مرض مرض أهون من مرض لا يا سيدي كل حاجة تتحير في البدن إلا وتقولش عليها هي اكثر حاجه حتى زرستو الواحد نعم. تقولش عليها يقول لك يا أخوي انا مسيت في اي قطعه اخرى ما جيني ومن بعد لا قدر الله قلب ولا قدر الله كي فكي تحرفوا بال... بالوظيفيه نتاع كل قطعه علاش نقول لهم اولادنا تعلموا شوف العلوم ادخلوا قبل كانت ثم برامج تتعدى ونحن صغار حتى م. في الـ في الصور المتحركه هي. وغيرها مغامرات في وسط الجسد نتاع الانسان كيفاش الفانكشناليتي أيه. كيفاش حكايات كان يا مكانك عرفت بالضبط بالضبط أنا. تدخل آه. في بدن الانسان وشنو هي تعمل هذيك وشنو اليوم الكبد هذايا الكبد كمثال نحن مش ندخلوا في اختصاصنا مش اختصاصنا آه. ولكن خلينا نحكيه بصفه مطلقه الكبد هذايا اللي هو ينقي السموم اللي تدخل للبدن قداش تقعد له في السموم البدن وكذلك الكبدين ايضا أه؟ نعم سيدي؟ كذلك كليتين. الكليتين الكليتين اذا كان خطر اذا كان تعبت الكبده تعب الكليتين بعده قداش يقعد المخدرات الزرارق اللي يعملوا يعني فيهم توا في بعض الاحياء الشعبيه وغيرهم ربي يحفظوا لديتنا ان شاء الله الخمور ال... شنو هو قداش تقعد دخلها هالبدن هذا فكي نحب وانا نقول له شوف ها وفلان حط بالمقارنه بالمثال ثم تربيه بالمثال نحط له شاب انتظم وتلهى بصحته وشاب لم ينتظم وتلهى بصحته ونشوفوا نقطة الوصول. شنو وصلنا؟ أي أنت ولدي توا ولا بنتي، شنو تحب تكون؟ تحب هذا ولا تحب هذا؟ واعرف راهو إذا كان بديت في هذا تقول لك لا نمشي شوية مع هذايا اللي عمل الحاجات هذوما تضر في بدنه ومن بعد نرجع. لا سيدي راك تقولوا نحن تتعب، إيش معناها تتعب؟ راهو كل باب يحل باب آخر. <applause> وكما تلقاش نحن بالله نحب نوجه نداس يا دي عبد الكريم <applause> للسادة المسؤولين على دور الثقافة المسؤولين على نوادي الأطفال المسؤولين على نوادي الشباب يتصلوا بنا كأيمة في أيما في وزارة الشؤون الدينية الكل وإلا الأيما في في المساجد اللي قريبتهم الكل بالتنسيق نقول شنو ويعملوا لقاءات مفتوحة مع يزينا من الخدمة المنفردة أنا نخدم كإمام مع الناس اللي تجيني في الجامع فوق المنبر ونكلمهم ونقول لهم إن الله عز وجل قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا وهو اللي يسرح يسرح واللي ينتبه ينتبه زاد بالطبيعة ولكن ثم فئة من الشباب إذا أنا ما نمشي لهمش ما يجونيش خلينا نخدموا مع بعضنا، خلينا اليد في اليد من اجل مستقبل شبابنا ومستقبل بلادنا، والله باذن الله لا يكون الا خير باذن الله. نعم بارك الله, 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 الله فيك، تفضل سيخة. سيدي الامر هو مشترك كما قال خويا محمد. نعم يعني نختموا نختموا معاك ان شاء الله. اي نعم. هكا آه يشير لسي محمد انه التوقيت يعني أي نعم. يشرف على النهايه. كما قال سي محمد البسي ربي يحفظه، آه لابد من مشاركه كل اطياف المجتمع المدني خاصه المسؤولين على الجسد ككل، نعم. الطبيب في اختصاصه. الايمان في اختصاصه المربي في اختصاصه الام زاد يزمها تشارك والبو يزمو يشارك وانا نقول ثم نقطه مهمه برشا للاباء والامهات راوا سيدنا علي بن ابي طالب قال راه على الولدات راوا خلقوا لزمان غير زمانكم ساعات البو يشوف من برج عاجي والام تشوف من برج عاجي وما مع اولادها نعم <applause> لا لابد ثم يصير نقاش ونحكوا في الدار علاش انت تخمم كان اني نكسي ولدي نقري ولدي اكا هو قرايه لكن كيجي يجي هاك العلم هذاك اللي كنا نحكوا فيه في حصص فارطه ما يجيش هو يطبقه على ارض الواقع راه ما ينجمش يخلط ما الجمش باش يلقى حاجه غريبه يا تعلم هو صحيح التيوريك تعلمه النظر تعلمه كيجي يجي ماشي يطبقه ما انا نقول لك اذا كان تحب تطبق المسائل هذه وترحم وليدك من قبل لابد ان ثم نقاش في الدار اللي حكى لي محمد تبين له تحكي معها اجا نعم. ولدي اجا بنتي خلينا نحكوا شويه نحكي على هالحكايه هذه حاول قدر الاستطاعه وهذا يعني شو يدلنا هذا نعم. يدلنا يلزم البول لم يكونوا متعلمين قبل نعم. نعم. شكرا لك نعم. سيدي شكرا لك سيدي محمد آه بارك الله فيكم الحديث طبعا هنا ذكروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه اغتنم خمسا قبل, خمس. خمس. من بين الخمسه فما زوز شبابك قبل هرمك وصحتك قبل قبل سقمك رجل كبير شيخ ما شاء الله شافوه يعني فات السبعين وفي صحة طيبة ومنور ما شاء الله سهلوه قالوا له يا شيخ شنية السر هذا قال لهم أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر اخدم إن شاء الله على على نفسك وانت صغير واستحفظ إن شاء الله على الأعضاء هذه اللي ربي سبحانه وتعالى كرمك بها بإذن الله ربي سبحانه وتعالى يبارك لك فيما أعطاك هذا من المعاني المهمة ينحبوا نوصلوها لشبابنا إن شاء الله أنه يستحفظ إن شاء الله على هذا الجسد على هذه النعمة الكبيرة نعم إذا أعضاء حفظناها في الصغر فحفظ الله لنا في الكبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لابن عباس يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك فهالتربية هذه كيفاش ياكل وكيفاش يشرب وكيفاش يلبس وما يشربش سخون وكيفش ثلاث مرات وما يتنفسش في الإناء وغيرها من الآداب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي اللي في علاقة بالجسد هذا من الآداب المحمدية نتعلموها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلموها لوليداتنا وبنية إن شاء الله العبادة وبنية الشفاء إن شاء الله من كل داء ورب يحفظنا إن شاء الله وإياكم ببركة القرآن العظيم آمين يا رب العالمين عزائنا المشاهدين شكرا لكم على حسن انصاتكم وعلى حضوركم معنا عبر شاشه الوطنيه الاولى والى ان نلتقي ان شاء الله في حلقه مقبله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم.